الرحمن الرحيم من شروط الوصية إن هي ما تكونش الوارث، يعني الأب بيورث، فما ينفعش اللي أنت توصي لوالدك إنه بعد ما موت والدي ياخد كذا وكذا زيادة عن نصيبه، أو الزوجة، زوجة كده كده بتورث، فما ينفعش اللي أنت توصلها وصية خاصة، أو ابنك لازم يورث، فما ينفعش اللي أنت توصيله. يبقى أول شرط من شروط الوصية اللي أنت ما توصيش لوارث، حد من الورثة. الشرط التاني من شروط الوصية اللي انت ما تتجاوزش في الوصية اكتر من الثلث، التلت. عايز توصي الجمعية خيرية ماشي، لكن مش اكتر من التلت. حتى انت لو وصيت بفلوسك كلها احنا هناخد التلت بس، لان ده حرام لا يجوز. والتلت كتير، النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، يفضل اللي هي يبقى الربع لو عايز توصي، لكن لغاية التلت مفيش مشاكل. بعض الناس بيوصي لابنه الصغير علشان الولاد الكبار اتجوزوا ونحو ذلك، فيقول لك اوصي ان ابني ياخد كذا كذا. لا، ده لا يجوز، حرام، لا وصية لوارث. وبعض الناس يوصي ان ابنه العاق ما ياخدش، يقول لك ده ما واقفش معايا في مرضي وفي تعبي فما ياخدش، ويوصي بذلك. هذه وصية جائرة لا تجوز ولا يجوز تطبيقها. والوصية يا اخوانا مش قرآن، الوصية دي بنقيسها على الشرع، لو موافقة للشرع بننفذها، لو مش موافقة للشرع بنهملها، لأن ليس لها قيمة ما دام مخالفة للشرع. لأن في ناس بتقدس الوصية تقديس غريب، يقول لك لا ده وصية المرحوم، وأنت عرفت إنه مرحوم إزاي؟ ده مبدئيا يعني. تاني حاجة إنه هذا بشر، لو عمل شيء مخالف للشرع يبقى ما يلزمناش. الوصية لازم تبقى متوافقة مع الشرع. فشرط الوصية إن تكون في حدود الثلث، والشرط التاني ان هي ما تكونش الوارث، يوصي بقى لحد مش من الورثة، لكن في ايه، في حدود الثلث، عشان تكون الوصية سليمة وما يكونش جائر ولا ظالم في الوصية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.